الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من عبادك المقبولين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين. اللهم إنا نسألك البركة والرضا والقبول من أصحاب هذا المكان ونسألك الرحمة والمغفرة والكرامة والمنزلة العليا في الجنة لصاحبة هذا المكان الفقيدة الراحلة أمنا الغالية أم أبناء الطاروط. نسأل الله أن ينزل عليهم الصبر والسلوان والرضا وأن يجعلهم من المبشرين بما بشر الله به الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.